وإذا أردت أن تعرف مثلا يقرب لك هذه الصورة وقد ذكره العلماء، ذكر الإمام أحمد وغيره في حال العبد كيف أنه أول ما يقع في الذنوب يقع في أشياء بسيطة جدا، ثم لا يزال يتعمق وينجر إلى أن يتلوث بأنواع من الذنوب الخطيرة العظيمة. فذكر العلماء مثلا لذلك: أرأيتم لو أن شخصا عليه ثياب نظيفة ومعه حذاء جديد ونظيف، ومر على منطقة فيها وحل وفيها طين ومحتاجا يمر من تلك المنطقة، كيف يصنع؟ أول الأمر تجده في بداية الأمر يبحث عن حجر مرتفع أو مواضع مرتفعة ليس فيها وحل ولا طين فيضع قدمه عليها وهو في أشد الحذر، يمشي في الوحل وهو يضع قدمه على أشياء لا يلامس فيها الوحل والطين، ثم يستمر أحيانا ربما ينزلق فيصاب بشيء بسيط، ثم لا يزال أيضا حريصا على ألا يلامس شيء من هذا الوحل فينزلق، وأخرى وثالثة، ثم يخوض في الوحل ولا يبالي، ثم يخوض في الوحل ولا يبالي. وهذا مثل ضربه العلماء كيف أن الإنسان تبدأ مع الأمور شيئا فشيئا إلى أن يحصل التورط العظيم في الذنوب والتوغل فيها. ولهذا من أعظم الأمور وأهمها في باب الثبات على الحق والهدى أن يغلق الإنسان المنافذ التي تفضي به إلى الحرام، وألا يتبع خطوات الشيطان